مشاهدينا الكرام، يسعدني الآن أن أستقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية. سيادة الوزير أهلا بحضرتك، منورنا. وأهم ما يدور اليوم في هذه الاجتماعات السنوية 58 التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ. طبعا ده حدث كبير للقارة الأفريقية، الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، البنك يعني بيعتبر البنك الدولي بس الأفريقي، وبالتالي وهو عنده محفظة كبيرة جدا لمصر، ومصر من المساهمين الرئيسيين في البنك. ويعني عاوز أقول أنه وجود هذا الحدث ووجود هذا الكم من الضيوف، طبعا رؤساء دول ووزراء مالية وخلافه، يعني ده شيء برضو بالنسبة لنا رسالة مهمة، بالإضافة إلى أنه البنك بصراحة يعني داعم قوي لمصر في مشروعات عديدة وفي تمويلات عديدة. يمكن لو حضرتك تابعت لسه من عدة أيام أصدر ضمانة بحوالي 345 مليون دولار عشان هنصدر باندا في الأسواق الصينية، ودي أول مرة في القارة الأفريقية، مش كده؟ القارة الأفريقية إن هم يصدروا ضمانة لدخول السوق المال الصيني وبالعملة غير الدولار، لأنه هنصدر باليوان مش بالدولار، فبالنسبة لهم دي أول مرة يعملوها لدولة ما عملوهاش قبل كده لأي دولة. فطبعا ده حدث مهم، وهم كانوا يعني بصراحة بالنسبة لهم حاجة جديدة. بما أنا بتحدث مع وزير المالية، ده هيسهم في الإقلال من الضغط على موضوع العملة الصعبة خاصة الدولار؟ يعني هو احنا في وزارة المالية هدفنا انه ننوع من الاسواق المالية ومن الادوات اللي انا بمول بيها ومن العملات اللي انا بمول بيها ومن المستثمرين اللي انا بمول من خلالهم، فدي هتساهم في هذا الامر. ليه؟ لانك رايح سوق المال الصيني مش رايح الاسواق المعتادة، لمستثمرين صينيين تحديدا، ايضا عملة مختلفة. احنا ما عملناش، اصدرنا باليوان، اصدرنا بالين من حوالي سنة، اصدرنا بالين 500 مليون دولار مقابل بتاعهم بالين. فبالنسبة لنا تنويع المصادر، وده العالم كله متجه لكده، انه يبقى في عملات مختلفة، يعني ما يبقاش عملة واحدة او اتنين هم المسيطرين. فده بالنسبة لنا ده مهم، واحنا متبنين في وزارة المالية هذا. احنا لينا معاملات مع الصين، ولينا معاملات مع الهند، ولينا معاملات مع ده، وبالتالي فيعني كله دلوقتي بقى عنده استعداد ان يبقى يعني في نوع من التعامل بعملات مختلفة. هذا هو اتجاه العالم. طيب، مشكلات اقتصادية في كل مكان في العالم، ربما المنطقة بتعاني اكثر، ودول الأفريقية بتعاني بطبيعة الحال انها جزء من العالم وجزء اقل نموا، لكن الحديث عن المستقبل، هل يمكن من مثل هذه الاجتماعات أو من خلال ما يقدم من دعم ومن استثمارات كما كنت أتحدث للدول الأفريقية أنها تتخطى هذه الأزمة، أنها تحقق طفرة حقيقية في نظر حضرتك؟ منتهى الأمانة، قبل الأزمات الحالية القارة الأفريقية كانت عاملة معدلات نمو من أعلى معدلات نمو في العالم. القارة الأفريقية كانت داخلة في عمليات تنمية ضخمة جدا، وما كانش عندها ما يتعلق بخطر الغذاء والطاقة والتمويل وما إلى ذلك. مع كورونا وما بعد كورونا الدول الأفريقية معظمها النهاردة تحت ضغط تأمين الغذاء وتأمين الطاقة وتأمين التمويل، يعني بقت العملية أكتر منها اللي هو كان تركيز على التنمية ومشروعات ضخمة. تعرف القارة الأفريقية محتاجة تمويل ضخم جدا في البنية التحتية وما إلى ذلك. للأسف الشديد مع الأزمات الضخمة ديت لا، العملية بقت اهتمام، وبالتالي ده مأثر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، مأثر أيضا على أنه يعني عملية خلق فرص عمل وتحسين بقى في حياد عنه الفترة دي. بنك التنمية الأفريقي هو لاعب أساسي ومهم جدا في تمويل التنمية في القارة الأفريقية، وفي اهتمام كبير جدا من رؤساء الدول في القارة الأفريقية لما يقوم به بنك التنمية الأفريقية في هذا المجال. يعني لسه عنق الزجاجة لم يمر، لكن ننتظر. طب مسألة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية خاصة من القطاع الخاص، وليس فقط الاعتماد على فكرة المساعدات، التحول إلى الاقتصاد الأخضر، أمور متاحة
ستجد صدى، خاصة مسألة التحول الاقتصاد الأخضر تحتاج إلى دعم وتمويل، وهو ربما يعني ننتظر من العالم بقى ومن الآخرين من الدول أكثر تقدما أنها تزيد مساهمتها. ده كويس، نتمنى ذلك، لكن فقه الأولويات شغال اليومين دول في ظل التحديات. يعني هو النهاردة القطاع الخاص ما بيجي يديك تمويل، هو ما بيديكش تمويل رخيص، في ظل أنه الفيدرال الأمريكي مازال سعر الفايدة عالي، مازالت الأنسرتينتي أو عدم التيقن من المستقبل العالم دوت في ظل الحرب الدائرة، ما حدش عارف حاجة الدنيا هتنتهي على فين. أيضا مازالت أسعار الغذاء وأسعار الطاقة عالية وبالتالي مكلف بالنسبة له، مازال أسعار التمويل عالية وبالتالي يعني هنرجع تاني لفقه الأولويات. التركيز أكتر حاليا في القارة الأفريقية، صحيح التحول الأخضر والتمويل الكلام ده كله، ولكن ما تيجي تكلمه لك طب فقه الأولويات إيه بقى دلوقتي في ظل هذه التحديات؟ التحديات الأساسية بالضبط، بالضبط التحديات الأساسية، وكمان عاوز عنده جيل عاوز يخلق فرص عمل، عاوز يأمن الطاقة والغذاء، وعاوز يجيب تمويل لكل الحاجات دي. يعني حضرتك لا تتوقع أن يكون يعني، لكن سيحدث فارقا مثل هذه الاجتماعات بشكل أو بآخر، لكن بنمو أبطأ مما كنا نتمنى. عاوز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا بننادي بإيه؟ بننادي نكون عمليين. نعم. إيه العملية هنا؟ مكن بنوك التنمية العالمية، مكنها من أن يبقى عندها أموال أكتر عشان تقدر تدي تمويل ميسر لدول زي القارة الأفريقية. ندي مثال بنك التنمية الأفريقية، احنا كنا بننادي بإيه؟ بننادي بأنه المبالغ اللي خدتها الدول من صندوق النقد الدولي ولم تستخدمها، لو منهم 10 مليار دولار فقط، ما بقولش بقى ال 650، 10 مليار دولار جم لبنك التنمية الأفريقي، ده معناه إيه؟ إن على حسهم ممكن يوفر تمويلات يمكن لغاية 50 مليار دولار للدول الأفريقية، تفرق جامد جدا جدا. هو في مطالبات بكده فعلا، في مطالبات بكده، وكان في المؤتمر اللي عقد في واشنطن في ديسمبر، وكان سيادة الرئيس شرف حضور المؤتمر ده اللي هو ما بين أمريكا والدول الأفريقية، وكان في مطالبة واضحة أنه 10 مليار دولار لبنك التنمية الأفريقي ممكن تضرب في 5 وتتاح بها تمويلات للدول الأفريقية، وهكذا احنا بنطالب بأنه بنوك التنمية العالمية يتاح ليها فرصة أنها تزيد من قدراتها عشان تمول أكتر. شكرا جزيلا دكتور محمد معيط وزير المالية على هذا اللقاء، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا.